استخباراتيا هناك رسائل إسرائيلية لإيران كشفت عنها القناة الإسرائيلية الرسمية. كان ما الرسائل الاستخباراتية هنا من هذه الضربة أستاذ مصطفى؟ الرسائل الاستخباراتية أي أن هنالك تعاون قد حصل وأن هنالك توافق ما بين كل من الجانب الإسرائيلي وكذلك أيضا الجانب الأمريكي على تقاسم النفوذ أو تقاسم الأجواء بالنسبة للجانب في الجغرافيا السورية، وأن الجانب الإسرائيلي سيبقى يعمل منفردا حتى وإن كان هنالك اتفاقيات بشأن تخفيض التصعيد ما بين كل من الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي بموجب تلك الاتفاقيات التي حصلت سواء كان من خلال الاتحاد الأوروبي أو حتى من الولايات المتحدة لما يخص ملف النووي، وكذلك أيضا هنالك مسارات أخرى كملف المسيرات وهو أهم الملفات الساخنة اليوم ما تقوم به إيران من تجاوزات وإيصال المسيرات إلى الجانب الروسي واستخدامها في ضرب الاتحاد يعني في ضرب عفوا أوكرانيا، ربما قد تساهم بشكل أو بآخر عمليا في يعني تقويض الأمن الدولي. لذلك عمليا هنالك مشروع يعني لدى الولايات المتحدة من أجل ضرب هذه الميليشيات، لكن عمليا ما زال المشروع ضمن إطار يعني جذ العشب التي تقوم عليه السياسة الإسرائيلية. لكن بالمقابل إيران تدفع من عدة وسائل من أجل إيصال السلاح وكذلك أيضا مركبات الصواريخ، يعني بغض النظر سواء كانت يعني المكونات الأساسية للوقود الصلب أو حتى محركات تلك الصواريخ، وعمليا هي تقوم أن هنالك مشروع تكاملي ما بين كل من الجانب النظام السوري في منطقة البحوث العلمية بمنطقة مصياف بوجه التحديد، ثم استهداف عدة مرات نتيجة لاستخدام يعني عمليا من أجل تجميع الصواريخ وتطوير بعض الأسلحة لما يخص المشروع الكيماوي للنظام السوري وتكامل تلك المشاريع لخدمة إيران. لذلك يتم استهدافها بشكل مستمر وعمليا هنالك يعني ضبط عمليات ما بين كل من الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي من أجل استهداف إيران في الداخل السوري. على الأقل نحن نتحدث في هذه المرحلة، ربما قد تتسع هذه الأهداف لتشمل دول أخرى في القريب العاجل.